السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين. ان شاء الله النهاردة معانا عرض مميز بإذن الله. اهم حاجة نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات. ان شاء الله النهاردة عند مستر جو مقدم حمامتين محترمين يا جماعة. النفاخ دوت للفرجة فقط مش بيع، تمام حبيبي يا يوسف؟ طبعا في اليوم عامل ايه يا باشا؟ اخبارك واخبار الدنيا؟ الحمد لله كله. عشنا بقى عروضاتك ومرجحاتك وزياداتك. بص يا باشا، دول حمامتين فرجة فقط. تمام الحمد لله. عندنا فيديو تاني انا عرضت حمامتين محترمين. عرض بيع، عرض بيع، انا عرض بيع وعرض فرجة. ده عرض الفرجة الاول اهو، حبينا بس نمتع الناس. تمام. بعدين هنعرض حمامتين للبيع، حمامتين محترمين قوي سعرهم كويس. تمام يا يوسف فرج. بص يا باشا، انا لما اقول فرجة يجيب فرد حمام. بسم الله ما شاء الله. ده ما فرجش الناس على حاجه، الناس تضحك عليك. بسم الله اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقول فرجة. بسم الله ما شاء الله. فرد الحمام عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ده طبعا البلو تشيك. بلو تشيك. تمام. خلي وشه هنا كده يا يوسف. تمام. ده بلو تشيك. ده البلو تشيك اللي هو الازرق. ده اللي هو الازرق. تمام. عليه بلو تشيك. تمام. بس باشا ده البلجيك الابيض. بتي ده قربته زي الازرق بس هو مش نافع. او احنا بمعنى صح ما بننفخش، لكن هو الفرد لما بيتسابع على طبقاته بينفخ. الفرد لما بيتسابع على طبقاته لا ما شاء الله نفخته عاليه قوي. بسم الله ما شاء الله. ده البلجيكي الابيض اهو يا جماعه. اللهم بارك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت فرجه بقى صح؟ اه. يا اما فرج حمامك متع الناس. اللهم بارك يا رب. يا اما باشا ما فرجش. ربنا يبارك لصاحب المال متبعين يا يوسف. متبعين، ربنا يا رب يبارك لصاحب المصير وللعلم بالشيء ابو زياد. كل دول شبابات عيال صغيره خالص. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الركب، شوف الفرد هنا بيتعمل ازاي. بص كده ابو زياد اقول لك على حاجه، يعني حتى الصفر عندنا ليها شكل تاني وليها طعم تاني. لا والشراول تقيله. الشراول تقيله وركب عاليه والفرد الحمام مرسوم ورقه وقلم وبالبصل. بسم الله ما شاء الله. السفر يا باشا عندنا الناس بتقول لك الاصفر ملوش اي لازمه، والاصفر اقل لون في النفاخ. الاصفر والاصفر، لا مش الاصفر عندنا بشكل تاني. الاصفر عامل ازاي؟ ده الاصفر يا جماعه. بص يا باشا الاصفر عامل ازاي؟ حارس مرمى. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه اللهم بارك يا رب على طبيعته خالص. جامبو يا يوسف. سوبر جامبو. بص يا باشا دي شاب عليها كام ريشات؟ على اربع ريشات. عليها اربع ريشات. طيب لما تبقى شاب عليها اربع ريشات بالمستوى ده، ده الطواير. لا يا باشا ده نمسك الخشب. تمام. تبقى شاب بصمه اللون سبعه مظبوطه كل حاجه يا باشا. العظم بص اكشح من فوق. بصوا يا جماعه الناس اللي بتسال على حمام زينه، الناس اللي بتسال بقى على مستويات، كلمني في نمر اقول لك اهو. تمام. قول لي ده نمرته كذا وكذا وكذا، اقول لك لا ده نمرته كذا وكذا. يوسف جايب حمامتين محترمين بموارد الله، فاحنا بنفرجكم قدامكم على الطبيعه. حمامتين كلهم ولاد السنه، وحمامتين لسه ما كملوش لما يكملوا لهم مستويات. لهم مميزه، طفرات جامده جدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. فيهم حمام عالمي. بصوا النفخه يا جماعه والشروال. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. اللهم بارك يا رب لصاحب المال. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه. طب طبعا مثلا يا يوسف لو ناس عايزه تسال وليكن الاسعار. بص يا ابو زياد البلو تشيك عامه مفيش قصر بلو تشيك باقل من 3500. تمام. ده يا جماعه القص منه بيعمل 3500 جنيه. طبعا للعلم طبعا انا هحط رقم يوسف، اللي عاوز منه حمام زينه هو موجود عنده باذن الله. طب بص يا جماعه. وبالنسبه للاصفر بالنسبه للاصفر ابو زياد القص مثلا بيعمل 1500. بسم الله ما شاء الله. ركب عالية. دي انتهي صح؟ اه. طيب شايف وقفتها عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايف حجمها عامل ايه؟ بص يا جماعة. بعد اذنك كده بزيت. دي البنوتة اهي صح؟ طب
دي كان شوف عليها كام ريشه. بسم الله ما شاء الله لسه علينا على رشتين على رشتين بالمستوى ده. بسم الله ما شاء الله. طب انا اقول ايه بقى؟ طبعا الفرد مساوي يا جماعه، بصمه فرد محترم فرد جدا. ورقه وقلم، ورقه وقلم. اللي يعوز حمام زينه يتواصل مع يوسف، رقمه هيبقى في البوست باذن الله. وبنشكر كل راجل محترم متابعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.